أستاذ شرقي خطار، كيف تتوقع أن تكون التداعيات أيضا على الاتحاد المغاربي وآفاق العمل المغاربي المشترك الذي يعرف أيضا أزمات؟ المغرب دائما سعى نحو تحقيق الوحدة المغاربية، وخير دليل على ذلك خطابات الملك محمد السادس المتكررة التي تدعو إلى التضامن المغاربي، وبالتالي بيان الأمين العام لاتحاد المغرب العربي يحمل في ثناياه وطياته ضرورة التعبئة والمضي قدما لحلحلة الأزمات، ويد المغرب كانت دوما ممدودة للأشقاء وفي سعيه إلى تحقيق مختلف التنمية الخاصة وخير وما تشمله من كافة اتفاقيات اقتصادية وتجارية وكذلك أمنية وكذلك ثقافية، وبالتالي من المنتظر على أن هذا الجانب يجب أن ينظر إليه، على أن المغرب كان دائما يده ممدودة إلى الأشقاء ودائما ينأى بالنفس عن التدخل في شؤونهم الداخلية، ولكن عندما يتعلق الأمر بملف وحدته الترابية كان دائما حازما في هذه المسألة، وخير دليل على ذلك المواقف الإيجابية دائما للجانب التونسي في محطات سابقة، ولكن هذا الأمر شكرا لك أستاذ شرقي خطار.